تخيل معايا تحل عينيك وسط الخير ديال الدنيا، عندك اسم كبير وكل شي تيحترمه، تكون ولد ولا بنت عائلة اللي معروفة، عايش بالشيفور بالمساعدات، كل شي عندك إلا حاجة واحدة، الحب والاهتمام ديال الوالدين والبساطة. هاد النقطة اللي غادي تخليك أنك تنوض تقلب عليها في شي طرف ثاني، ولما تظن بلي أنك صافي راك لقيتيها، هاد الإنسان غادي يدير أخطاء كثار وكبار ويورطك في مسائل اللي هما حكومية بشيكات وكريديات، جزاء على التضحيات اللي درتي معاه. تابعوا معنا قصة الليلة بتفاصيل جد محزنة ولكن عبرة لكل شابة ولكل مقبل على الزواج ولكل زوجة، أيضا لكل زوج ولكل شاب ما تمشيو فين. قصة من العيار الثقيل. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اولا شكرا على تفاعلكم مع فيديو نتاع القضايا والجرائم، حيتاش معظمكم قال لي في التعليق بلي انه عجبهم هذا النوع من الفيديوهات، اللي يكونوا اكيدين بلي انني غادي نزيدوا في القناه، وهذا وعد مني ان شاء الله. ما نطولش عليكم اكثر، اذا كنت جديد مرحبا بك ونورتي العائله، واذا كنت من اهل الدار فالدار دارك. لنبدا حكاية الليلة موضوعها أول مرة غادي يكون عندي في القناة، حكاية اللي غادي تحكيها لي واحد الإنسانة بكل التفاصيل وبكل صراحة، إنسانة مثقفة وبنت عائلتين كبار في المغرب، ولهذا غادي نختاروا لها كاسم مستعار أميرة، لأنه اسم كيدل على شنو عشت فيه وشنو غادي تعيش من بعد. كتقول أميرة أنا من مواليد 81، عندي أختي وحدة اللي هي كبر مني بخمس سنين، عشت في دار قريبة من المدرسة اللي حتى هي معروفة في واحد المدينة كبيرة في المغرب، كنت تلميذة تعشق الدراسة بما تحمله الكلمة من معنى، كنت دائما متفوقة وكنت من الأوائل، عزيز علي المنافسة وكان حماق على القراية والكتب وكل ما هو ثقافة، كنت أحسن من أختي حتى في قرايتي. الأب ديالي كان كونطابل والأم ديالي كانت سكرتيرة. في الطفولة ديالي وأنا تنقرأ برغم اجتهادي ما كنتش كنلقى اللي كيعطيني الاهتمام، مثلا لما كنت كنجي من الأوائل وكيعطوني شي شهادة تقديرية أو جوائز، عمر والدي ما حضروا لي حتى شي حفلة اللي كنا كنديرو في آخر سنة، الآباء كانوا كيجيو عند وليداتهم فرحانين بهم، انا عمر شي حد ما جا شافني. نعرفكم شي شويه على والديا، الاب ديالي هو واحد الانسان مهدن ظريف ومؤدب، ولكن ما عندوش شخصيه قدام الام ديالي. الام ديالي بدورها كانت انسانه واعره وكتحكم بزاف في كل شيء، هي اللي كتمشي الدار اولا القوانين تاع الدار، هي اللي كتقول لنا وقتاش ناكلو وقتاش نعسو اشنو نلبسو، كانت صعيبه وبزاف. ماما عزيز عليها الضياف، حنا ديما الدار كانت عندنا عامره بالبراني، وعزيز عليها انها تهلا في راسها اكثر من القياس، كانت انيقه بما تحمله ايضا الكلمه من معنى. مثلا نحكي لكم شي حاجه كانت داز باش تقدروا تحكموا، كانت عندنا واحد البارتمان كبيره وكان عندي بيت انا واختي، وكان خصنا ديك الساعه 8 ديال الليل نعسو، واذا زدنا عليها غير شويه كنا كناكلو العصا. بعض المرات اذا كان والدي خارجين وكنا غير مع المساعدات غير تنسمعوهم جاو، كل واحد كان فينا كيشد بلاصتو، كتجي ماما كتشوفنا واش ناعسين، كنقطعوا النفس باش ما تسمعناش بلي اننا فايقين. تخيلوا بعض المرات اذا احتاجينا المرحاضه عزكم الله ما كنقدروش نمشيو ليه. كتقول اميره والله العظيم كانت عندنا بحال شي فاز في وسط البيت اولا واحد النبته كبيره بالخلعه، كنا كنقضوا فيه هذيك الحاجه ديالنا غير باش ما تسمعناش، لهاد الدرجه كانت صعيبه. هاد التفاصيل غير باش نحطكم في الشخصيه ديال الماما اللي كانت صارمه، عزيز عليها النقاء ومهليه فينا، كناكلو مزيان كنلبسو مزيان، ولاني ما عندناش الحنان ديال الام، بحال مثلا اننا نتعانقو نجلسو نعاودو ليها شي حاجه اولا نبقاو نبوسو فيها، هادشي ما عندناش. وهادشي الاخير حتى هو تينطبق على بابا، يعني معنا حنا كان غير السلام السلام، داكشي عادي. واذا شي مره طلبت بليك على راسك اولا على يديك، ماما عمرها ما كانت مساليه لينا، كانت هي وبابا خارقين في الخدمه. المهم مع الوقت غادي يطوروا نفوسهم وغادي يحلوا واحد الشركه كبيره، غادي يشريو ارض وغادي يبنيو فيها واحد الفيلا كبيره، من بعدها غادي ننتقلوا حنا من ديك البارتمان الفيلا اللي كانت عندنا قدام البحر، ولو عندنا مساعدات بكثره والشيفور اللي كيدينا وكيجيبنا للمدرسه، مستحيل اننا نمشيو بوحدنا اولا على رجلينا، مستحيل نكونوا مع صحاباتنا اولا نمشيو عندهم، مستحيل يجيو لعندنا، مستحيل نمشيو في خرجات المدرسيه. هادشي غادي يستمر معايا حتى ل 12 سنه. انا اختي في السادس بقى كنعقل غادي ننتقلوا لواحد المدينه حيتاش كانت عند والديا واحد الخدمه تما، غنمشيو معاهم دوزنا العام وجيت انا الاولى في ديك المدينه،
ما احتفلوا بيا ما فرحوا بيا، بقى فيا الحال وكنقول غير ماشي مشكل، انا غادي نبقى نقرا واخا ما تيشجعونيش. لما سالينا غادي نرجعوا لمدينتنا فاش كنا كنعيشوا، ما كان خاصنا حتى شي خير، العطل تنسافروا للخارج، ولكن ما كانوش عندنا الصحابات لا انا ولا اختي، دائما كنا مقموعين، ما عندناش الحق نهضروا، كل شيء خاصو يكون في الوقت، اذا دازت الوقت صافي. بحال كنا عايشين مع العسكر، تخيلوا لدرجه انه اذا مرض كيديني غير الشيفور لعند الطبيب، حتى حد ما كيمشي معايا في والديا، ما كنتش كنحس بالحب من جهتهم، غارقين غير في الخدمه وصاهرين معاها، النهار وما طال كنا عايشين غير مع المساعدات، واذا جاوا بالليل راه كيلقاونا نعسنا. المهم وصلت للتاسعه غادي ندير واحد الشعبه باش نرضي الام ديالي، واخا ما كانش عجباني، المهم غادي نتقاتل في الثانوي باش انني ننجح، ما غاديش نجيب النقطه اللي كنت باغا، غيبقى فيا الحال، وغادي نقول ليها بلي انه بغيت نبدلها لواحد الشعبه اللي انا بغيت فعلا، غادي نبدلها وغادي ننجح بنقاط اللي هما مزيانين. العام قبل الباك ديالي في العطله كنت كنمشي عند واحد الناس تنعرفوهم مزيان في واحد المدينه واحده اخرى، اللي غادي يوصلني عندهم الشيفور، وماما غادي تتقدى ليا كل شيء اللي غادي نديه معايا، غادي نجلس معاهم بدما ماما تشد العطله باش اننا نخرجوا نسافروا شي بلاصه في اوروبا. المهم انا عييت بهذيك المعامله ديال ماما معانا، بصح عندنا الفلوس واي حاجه بغيناها كنا كنلقاوها، ولكن كانت خانقانا قاجانا، ما عايشينش كيف البنات الاخرين اللي خارجين وضحكين وكاين الحب، انا ما عنديش الحق حتى تجي عندي شي بنت، مستحيل تجي تجلس تجمع معايا. نزيدكم انا معقده من جهه الاولاد، عمري دويت معاهم، وفي دارنا ما كاينش شي ذكر من غير بابا اللي اصلا هو حدودي معانا، حتى ولاد العائله فاش يديو معايا تندوي معاهم بواحد الطريقه ديال انا راه معقده. المهم هذاك الصيف نتاع السيزيام ديك العائله كانت عندهم واحد البنت اللي كبر مني بثلاث سنين، اللي غادي نولي نخرج معاها بالموتور ديالها وانا فرحان ومقاداني الارض. تخيلوا بقوه ما عندنا الفلوس وليت كنتمنى غير البساطه، يعني تمنيت انا واختي ندخلوا لديك الدار ونلقاوها عامرين بالوالدين وولادهم والحب ومجموعين وخالقين السعاده، ما كانش تيهمني او لا تيهمنا شنو ناكلو، ولكن شخصيا كنت كنتمنى بحرقه ديك اللمه والحنان اللي كانت منعاد ما عندنا. فاش مشيت لعند هاد العائله في هاد المدينه كنخرج مع بنتهم، تنركب معاها في الموتور، تنبقاو ندور وندور وندور، كان تيعجبني الحال. في ديك الوقت كانت هي كتهضر مع واحد الولد وكان معاها واحد صاحبه، انا ما كنتش مسوقه لهذا الشيء كامل من غير انني تندير ليها خاطره، انا المهم عندي هو انني نخرج بوحدي بلا شيفور بلا مساعده وصاف. غادي تعجبني ديك المدينه واخا كان صاد، وديك الساعه يلاه تحلوا لي غولفاز وتنمشي معاها ليهم، وكنت فرحانه. في 98 بالضبط هذا الشيء وقع، سالت عطلتي، رجعت في حالي، وصلت الدخول المدرسي، غادي ندخل الباك، غادي تجي عاوتاني واحد العطله، وغادي نطلب من ماما انني نعاود نرجع لديك المدينه. رفضات وبدات كتغوت، بديت كنطلبها حتى خلاتني ومشيت من جديد. تخيلوا اول مره غادي نركب بوحدي في التران وما قداني فرحه، غادي نمشي عند نفس العائله عاوتاني. المهم كندخلوا كنخرجوا وهي باقا كتهضر مع نفس الدري اللي قلت لكم. حتى لواحد النهار غادي نمشي انا وياها عنده لواحد الدار عامره بالدراري والبنات، انا كاع ما كنت مسوقه لا فين ولا مع من ولا شنو كيديروا، انا باغا غير نكتشف داك الشيء مناش كنت محرومه. وهاد النقطه غير باش نقول للاباء راه ما مزيانش انكم تزيروا ولادكم او بالاحرى بناتكم، حيت اذا طلقتوهم صعيب انكم تتمكنوا منهم، البنت خاصها تكون صاحبة امها وما تبقاش ساده عليها، والا غادي تطيح في مشاكل كبار. في حالتي غادي ندخل لهذا العالم نكتشفه كل واحد وشنو كيدير، انا غادي نتلقى انا ذاك بواحد الولد غادي يجي يدوي معايا، غادي تعجبني هضرته، كان ظريف بزاف ومربي وكيعرف شنو تيقول وكان لابس مزيان. المهم غادي يطلب مني المرتي غادي نعطيها ليه، وديك الساعه ما كاين لا واتساب لا كاميرا ويلاه بانوا التليفونات، انا كان عندي التليفون ديال ماما اللي سلفاتو ليا ديك الساعه في العطله. المهم من هذاك النهار هو تيدوي ليا وتنخرج انا وياه، بمعنى كتهزني هذيك البنت تاع ديك العائله اللي مشيت عندهم في الموتور ديالها وكتحطني معاه وهي كتمشي مع الدري الاخر، وبطبيعه الحال بلا خبر والديها، وانا فرحانه فرحانه ما قداني فرحه، مولفه مع والديا اننا نخرجوا للخارج نشريو حوايج نمشيو للمتاحف وصاف، ما كنديرش معاهم شي اكتيفيتي ما كنشطوش ولا حتى شي حاجه. المهم غادي يوصل الوقت باش انني نرجع في حالي، كنت تعلقت بهذا الدري وبقيت كنبكي عليه حيت ما بغيتش نرجع، غيقنعني باش انني نرجع وغادي يبقى تواصل ما بيناتنا. فعلا غادي يبدا يعيط ليا في التليفون اللي غادي نرجعو لماما، ولكن كيدوي ليا في التليفون ديال الدار في الوقيته
اللي ما كاينينش والديا، ومع ديما كانوا عندي الفلوس، فلما كنت نمشي للمدرسه كنمشي للتيليبوتيك تنعيط ليه وقت الاستراحه ونبقى كنبكي عليه ونقول ليه راني بغيت نشوفك. كان تيجي في السبت والحد، ولكن كان صعيب انني نشوفه حيت كيف قلت لكم ماما ما كتخليناش نخرجوا. فشنو كنت ندير؟ كنت ندير معاه وسط السيمانه، بحال انا تنكون مثلا خارجه مع الربعه تنقول لهم راني خارجه مع السته، باش ديك ساعتين كنت نمشي نخرج معاه. اولا مثلا تنقول ليها راه الاستاذ غادي يزيدنا واحد جوج سوايع بالعاني، تيحطني شي فرح حدا المدرسه، كندير راسي بلي انني لابسه الطابليه وكنقابلو حتى كيمشي فحالو وكنخرج عند داك الصديق ديالي ونمشي معاه حتى تقرب الوقيته اللي كنعرف الشيفور غادي يجي ليا ونعاود نرجع وندير راسي راني خرجت من المدرسه من جديد بطابليتي. المهم انا عييت، ما قديتش نستحمل هاد الحال، قلت ليه انا ما تليتش باغا نبقى مخبيه بحال هكا اجي لدارنا. قال لي واش ماماك غترضى بيا؟ قلت ليه اجي جرب، انا شو غادي ندير داك الوقت؟ واحد حبيبي كان قريب ليا غادي نطلبو باش انه يقنعها باللي واحد السيد بغى يجي يخطبني وخاصها تعطيه فرصه، غادي يقنعها. كيفاش دار الله اعلم. ماما غادي دير معاه واحد النهار اللي ما عرفش كيفاش قبلات وقالت ليه واخ انا قابله غير خليها تكمل قرايتها ولكن والديك خصهم يجيو باش نشوفهم. ما غاديش تكمل شهر غادي يجيب والديه غادي تعرف عليهم، عائلته كانت كلها غير ديال الاساتذه اللي هما كبار. المهم قبلوا وما قداني فرحه، كنت فرحانه وغنطير بالفرحه. ساليت الباك نجحت فيه. اختي اللي كبر مني غادي تزوج من واحد السيد اللي رفضاته ماما في الاول حيت كان مطلق ومن بعد قبلات. كلشي تيقول لي تبارك الله على الزوج المستقبلي ديالك، وانا فرحانه ونشطه. اختي مشات مع راجلها، انا بقيت مع ماما بوحدنا في الدار. من بعد الباك اللي خديته في 99 غادي يشريو ليا طوموبيل، وانا اختاريت باش انني نكمل قرايتي في واحد المدرسه اللي معروفه حتى هي. ماما غادي تحبسني اكثر من الاول، القوانين ولاو صارمين اكثر من الاول، ما نقدر نشوفه ولا نخرج معاه ولا نتلاقى به ولا نتكلم معاه. اش غادي ندير؟ اشنو غادي ندير؟ غادي ندوز عامين ديال العذاب. ما بغيتش نكمل القرايه وخا رفضات الفكره وقالت لي حتى تلقاي الخدمه عاد غادي نزوجك به. ديك البنت اللي كنت نخرج معاها في الموتور في ديك المدينه غادي تلقى لي واحد الخدمه في واحد الشركه. قبلوني والديه بدورهم غادي يعطيونا واحد البارتما في العماره ديالهم. ماما تكلفات بالفراش وكاع دوك التفاصيل. المهم كل شيء غادي كيف ما بغيت. في 2001 غادي نتزوج به. ماما خيرتني بين انني نشد فلوس ولا ندير العرس، انا اختاريت الفلوس. هاد الزوج غادي يدير لي واحد الليله، قال لي بلي انني بقيت فيه وغادي يدير لي العماريه. المهم دار معايا جهدو، دوزنا العرس، سافرنا، رجعنا في حالنا، وكل واحد فينا بدايها في خدمته هو بطوموبيلته وانا كذلك. مره كيعرض عليا للريستو، مره كنمشيو للسينما، عايشين الحب والحياه. غير باش تعرفوا انا ما تزوجتش به من الاول حيتاش كاين الحب، ولكن حيتاش كان وسيله ليا باش انه يهربني من ديك الحياه اللي كنت عايشه فيها ومن المدينه اللي فيها والديا ومن دوك القوانين الصارمين، وانا نتعلق به وسيله باش نهرب من الام ديالي اللي كانت قمعاني وحرماني من الله يرضي عليك. انا مفتخره بك وانا كنبغيك. فعلا كاينين الوسائل، كاين الماده، فلوس، الدار، الطوموبيل، السفر وزيد وزيد، ولكن ما كاينش اللي يديها فيك كان الجفاف العاطفي. في 2003 غادي نحمل بنتي، ديك الساعه كانت عندي 22 سنه فاش غادي نولدها. كانت عندي مساعده في داري اللي غادي تعاونني عليها حتى درت لاباس وغادي نرجع لخدمتي. الراجل غادي يدير الفلوس وغادي يدير الشركه ديالو الخاصه، طلبت منه باش انا نخدم معاه، غادي يرفض نهائيا هاد الفكره على اساس انه خدمه خدمه والدار الدار، ما كاينلاش نتشوفوا في الخدمه ونتشوفوا حتى في الدار. انا ما تسوقش لهذا الشيء، قلت ليه اللي عجبك وتناسيت الموضوع. في هاد الوقت غادي يجي واحد ولد من عائلتي من الخارج يستقر في المغرب وغادي يتصاحب مع راجلي. الراجل بدا كيتعطل وكل نهار ما بقى يخرجني ولا يتسوق ليا، وانا خرجت من الخدمه ومشات ليا المساعده وكاع داكشي اللي ما كنتش كنديرو في دارنا وليت كنديرو. ما بقيتش كنستحمل، كنهز بنتي كنديرها في الطوموبيل وكنشد بها الطريق ونمشي لدارنا. وليت غادا جايه غير بوحدي، وحتى اذا كان شي مجمع ولا شي عرس في العائله ديما انا بوحدي. انا تنقول لهم راه الخدمه الخدمه، تيخلص وكيشري وكيحط ولكن الوجود ديالو منعدم. داكشي علاش كنت تنقلب وتزوجت معاه عليه، ها هو بدا كيحيدو ليا. انا بغيت لي يديها فيا، ما بغيتش الماده. المهم ديما عاطيه براسي شي حل. دابا غادي ننتقلوا ل 2006، الزوج ديالي غادي يسد ديك الشركه الاولى ديالو حيتاش ما بقاتش خدامه عليه مزيان، وغادي ياخذ زوج بارتمات باش يدير فيهم واحد المشروع واحد اخر. ولكن داك التعطل بالليل
والو ما بدلوش وديما كاين. كنتشكى تنقول ليه راه ما يمكنش، تيقول لي لا ما نقدرش ندخل للدار الا ما ساليت شغلي. تنقول ليه واه راه بزاف. انا بدوري عييت ما نقلب، ياك ما معاشي بنات، ياك ماشي حاجه خارجه للطريق. ما لقيت والو، وكان معايا صالح في الدار، ولكن غادي تولي فيه واحد الحاجه ما كانتش فيه، غادي يبدا يتعاطى الخمر، علما انني عمرني ما شفتو يتعاطى ليه. المهم هذا العام نيت غادي تحل واحد الشركه كبيره معروفه في المغرب، غادي يعيطوا عليه باش انه يكون فيها مدير، ولكن قبل يدوز واحد المقابله ديال الخدمه اللي فيها غادي يعجبهم وغادي يتقبل. حياه سعيده، النشاط، هو مفتخر بيا، هذه مرتي، هذه بنتي. ولكن عاوتاني باقي داك التعطل بالليل، كنسولو كنتعصب عليه، فاش يشوفني تنغوت كيجيب لي شي هديه ولا كيقطع لي شي تيكي للخارج نسافر انا وبنتي. تيبدل لي الموضوع وكينسيني، عرف كيفاش يتمكن مني. بديت كنحس به بلي انه بدا كيتبدل وغير سارح. واحد النهار البوليس تيعيطو عليا، واش نتي فلانه؟ قلت لهم ايه. قالوا لي راه راجلك دار اكسيده اجي للسبيطار. علاش ما علاش؟ حتى تجي وتعرفي. جاتني في الشكل ما تقبلتهاش، علاش البوليس اللي غيعيطوا عليا وماشي السبيطار؟ مشيت تنجري لقيتو ماشي شي حاجه غير واحد الضريبه في جبهته وصاف. ها هو غادي يجي لعندي البوليس وغادي يقول لي راه كان عنده واحد الروسات ديال الفلوس اللي كان المبلغ ديالها كبير بزاف، ديال ديك الشركه الكبيره اللي قلت لكم. وفاش دار كسيده فقد الوعي ديالو، لما فاق راه ما لقاش داك الساكوش نتاع الفلوس. كيفاش؟ تنقول مع راسي ويلي، هو اصلا ماشي اللي مكلف بهذا الشيء انه يهز دوك الفلوس، حيتاش كاين واحد الشركه وحده اخرى معروفه هي اللي كدير هذه الخدمه. بقيت كنتسناه حتى يخرج. قالوا لي لا راه ما يمكنش، خاصنا نديوه للمركز باش نحققوا معاه. مشى معاهم، انا عيطت للوالديا، مشينا لحقنا عليه. غادي يدوز الليله تما. من بعد الاجراءات غادي يجي عندي البوليسي، غادي يقول لي بلي انه راه السيد الزوج ديالي سرق الفلوس ديال هاد الشركه، والطامه الكبرى كان تيقمر بهم وهو اللي اعترف بهذا الامر. كيفاش وعلاش هادشي؟ باش كانت كيتعطل وما كانش هو هذاك. دارت بيا الدنيا وما فهمت والو. الفلوس كلها اللي كان تيدخل كان تيمشي يلعب بهم، وماشي ديالو، ديال ديك الشركه. شكون السبب؟ هذاك ولد العائله ديالي اللي جات تعرف معاه وتصاحبه ولصق فيه هاد البليه حتى طاح في الفخ. والمشكل هو انه غادي يقمر بواحد الكميه كبيره ديال الفلوس وديال ديك الشركه. ما عنديش كيفاش ندير ليها. غادي يدوز قدام الوكيل، غادي يعترف ليه، غادي يدخل الحبس. انا معايا بنت صغيره، كيفاش غادي ندير؟ وشنو غادي نقول للناس؟ كلشي طاح عليا كيف الصاعقه. عمري شفت البوليس ولا كوميساريه ولا محاكم، وبنتي صغيره، كيف غادي ندير يا ربي لهادشي؟ فاش هما داينو غادي يقول لي حاجه وحده، سولي البنت اللي عندي في الخدمه على الحاجه. شكون هاد البنت؟ البنت اللي مقابله لي الخدمه. غادي نمشي عندها نسولها، غادي تقول لي بلي انه راه عاطي شيك على بياض، ماشي واحد ولا زوج ولا ثلاثه، ستة، مع بزاف ديال التفاصيل اللي هما كارثيين. غرق راسو وغرقني معاه حتى لقاع الراس. والمشكل هو انه ماشي بشي قدر مالي اللي هو بسيط، ولكن راه الغراق ديال الفلوس. مسحت دموعي، عقدت شعري وقلت راسي غنتشجع وصاف، هادشي اللي عطا الله. خصني نوض نشوف شنو ندير. غندير رخصة باش نولي نمشي نزورو. في الزيارة الاولى غادي ندخل لواحد العالم عمرني ما شفتو. اميرة بالدموع كتقول لي واحد الريحة، واحد العفن حشاكم، واحد الوسخ. تنبكي وتنقول ليه علاش درتي لنا هادشي. تيقول لي سمحي لي. قلت ليه كيف غادي ندير والحمل ثقيل عليا؟ رجعت في حالي، غادي ندخل في متاهات الرشوه والتدويره باش نقضي الاخرات ديالي. غادي نمشي عند ديك الحاج نبدا نخلص ليها بشويه بشويه واحد القدر من الفلوس كل شهر لمده سنوات، وغادي ندير معاها الحل. اما فلوس ديال ديك الشركه اللي معروفه غادي يحكموا عليه فيها عامين ديال الحبس، ومع ذلك بقى فيا. كنت دايره فيه با وخويا وكلشي. كل جمعه وليت كنهز الكفيفه ديالي وغادا لعندو. والديا غيعطيوني واحد فلوس اللي هما كبيرين، اللي غادي يجيو ناس واحد اخرين كيتسالوه وغادي نوض نعطيهم ليهم. ديك العام كله وهو تيطلب مني السماحه وباللي عمرو ما غادي يعاود، وباللي صافي هذه والتوبه. تقسبيه كانوا حاكمين عليه بعامين ديال الحبس، غادي يدوز غير عام وغادي يطلقوه. في 2007 جا للدار، ارتحيت وقلت الله يهديه وصافي بركه من هادشي نتجمعوا. غادي يرجع وقسم بالله ما لقى شي كريدي ولا مشاكل، وكلشي تحل. اللي دق عليا كنعطي داكشي اللي كيتسال، ما خليت حتى شي حد. قلت صافي غادي نبداو صفحه جديده والمسامح كريم.
في 2009 غادي نولد بنتي الثانية، كل شي بخير وما كاينش المشاكل وعايشي الحياة. في 2013 غادي يوقع مشكل ما بيني وبينه، اللي واحد النهار غادي نقلب الكارني ديال الشيك ديالي غادي نلقى فيه ناقصة واحد الورقة. سولته فين مشات ديك الورقة، قال لي ما عرفتش. قلت لي كيفاش ما عرفتيش وغير انا وياك بوحدنا اللي عارفين؟ بقيت كنغوت وهو يقول لي راه واحد صاحبي كان في واحد المصيبه واذا ما اعتقتوش غادي يدخل الحبس وانا ضمنته. اولي استغفرت الله العظيم، كيفاش ضمنتيه بالشيك ديالي انا؟ قال لي لا راه خير ضمان، راه تيخدم وغادي يرد ليا. تقلقت بزاف وما خليت ما قلت، وداك الشيك بقى عنده. كل مره كيدوز ليا شي واحد تيقول لي راه الشيك في امان، راه الشيك في امان، انا ما قلتها لا لدارنا ولا حتى شي حد. تخينوا معايا حتى 2017 وانا تنسولو كل مره تيقول لي ما تخافيش. انا ساليت مع ديك الحاجه داكشي اللي كنت كنعطيها كل شهر من مالي الخاص. واحد حبيبي خالي اللي كنت كنثق فيه وكان خدام في واحد البنكه اللي غادي يدير شي لعيبات وشي تخويض باش يغرق راجلي حتى لودني ويخليه كله ضرائب. المهم تفاصيل كثار ما تهموش، انا ديك الوقت ما كنتش عارفه، تيبانوا لي داخلين بزوج خارجين بزوج، يصحاب لي واش عادي. المهم ها هما غادي يدخلوا في التحقيق. ديت واحد النهار لهاد التحقيق وهو يصيفط لي ميساج قال لي فلانه سيري في حالك انا راقبتوني البوليس. اولي لاقبتك البوليس؟ قال لي انت ما توصليش البوليس وما تمشيش للمحكمه. قلت لي علاش؟ قال لي حيتاش انت غير شخشي. اشنو كيفاش وعلاش؟ ايوا اجيو تسمعوا. قال لي داك الشيك اللي خديت ليك راه من هذاك النهار وانت غير شخشي، من 2013 ل 2016 وانا ما سايقه الخبر. كنت نسافر برا المغرب، تخيلوا كون قبطوني وداوني للحبس على شي حاجه ما عمرني درتها ولا حتى عرفتها. عاوتاني غادي ندوي لدارنا، ماما تهدات كاع داكشي اللي دوزات علينا، جيت خرجت عليها في زواجي ودوزت عليها الصراط. بقوه هاد الصدمات ما بقيتش كنبكي ولا تندير حتى شي حاجه، وليت نحس بحال شي حلم كنتسنى نفيق منه وصف. المهم باختصار نتاع بزاف ديال التفاصيل، غادي نمشي عند داك السيد غادي تنازلي على داك الشيك ب 10 ديال المليون في المقابل، غنعيط على كاع صحاباتي ونطلب الناس حتى جمعتها. واش عرفتوا شنو هو الدل؟ انا وصلت ليه، حتى خديت ورقه ديال التنازل، غنمشي عند البوليس غنعطيها ليهم وغندوز في المحكمه. واحد السيد في المحكمه غادي يقول لي ما حدو هو في الحبس وهو اللي تسبب لك اصلا في هذا الشيء، دفعي عليه كل شيء. انا ما قدرتش، غادي يدوزوني من عند الوكيل وغادي تبرأ. هاد الشيء كله اللي داز عليا معاه ومازال ما تربيتش، وليت كنمشي عندو للحبس ونطلع ليه وندي ليه كفيفتو، ضربت التماره والتكرفيس باش نمشي نشوفه في الصباح بكري في واحد الخلا قداشنا هو، وكندخل وتنبكي عليه وكلشي تيشوف فيا وتيقول لي عمرنا ما شفنا شي مرا كتبكي على راجلها بحالك. تنقول لهم راه الدم ديالي هو، ماكلتي ما بقات مهيه ماكله، ديما وحله ليا. تنقول هو مسكين ما تياكل ما والو وانا هنا تناكل اللي بغيت، وهو هذه هو هذا. وغير هز عليه الهم، تكرفصت كيفاش كنت وكيفاش وليت. وخا هكاك ديما كنت نرسم الابتسامه على وجهي بحال ما كاين والو والدنيا هانيه، وندور مع هذا ونعطي لهذا حتى غادي تسالي ليه 10 شهور وغادي يخرج من الحبس. بنتي الكبيره على بالها شنو وقع لباها، اما الصغيره مازال ما فاهمه والو وباقا متشبته به. كانت عندي واحد الارض كنت حاطه فيها التصبيغ غادي تتباع وغادي نرجع لكل واحد اي حاجه سلفها ليا. بديت نخلص من هنا من لهيه زباله ديال الفلوس اللي مشات الغراق ديال الفلوس، علما انه والديا عندهم وعمرني ما طلبتهم اولا نهبط داك المستوى باش نقول لهم اعطيوني، حيت ما رضيتش. انا غدا وكنهبط اختي غدا وكتطلع في حياتها، داك الراجل اللي رفضوا في الاول هو اللي غادي يطلع فيه الخير وغادي يطلع راجل، وغير غادي تيشريو ما شاء الله في الديور والخير تبارك الله، وانا غادي وكنقص وكنخرق. تنشوف الناس فين وصلوا وانا فين وليت. الخير اللي كان عندي غير مشتت، ما بقى منه حتى شي حاجه حتى شي سنتيم. كنعيش نهاري بداك الشيء اللي عطى الله، وليت كل نهار كنسولو واش ما غاديش تخدم، واش ما غتحركش، واش واش واش، والو غير انا بوحدي اللي تنخدم. النهار وما طال وهو في التليفون تيلعب في واحد اللعبه ديال القمر، مازال ما براش منه وانا ما سيقاش الخبر. كان تيقنعني بلي انه هذيك اللعبه ماشي ديال الفلوس غير ديال بالعاني. كانت بقات لي واحد البركه، قلت اجي نكريو بها واحد القهوه باش تبدا تخلص على بنتك القرايه، حيت شدات الباك بمونسيون تبارك الله وبغات تكمل في الطب في واحد المدرسه بزباله ديال الفلوس. يعني هادشي اللي كيتسنانا ماشي ساهل، خاصنا نضربو تماره بزوج. في 2021 غيتكاتب مع مول القهوه، خليتهم بزوج، داكشي اللي كان تيشد كان تيعطيه ليا. واحد الوقت ما بقاش كيجيب ليا بحال الاول في الفلوس، كل مره وشنو كان كيدير من عذر، شويه غادي يقول ليا غادي نسدوها. فاش بغيت الشيك ديال الكارانتي ديالي اللي عطيتو ليه في الاول غيبقى يتمطلع ليا كل نهار ويقول ليا شي حجه. انا بان ليا بلي انه ماشي حتى لهيه، غادي نكتشف في تليفونه الفضيحه الكبيره مره اخرى.
كنلقى ياسدا كرام دارت خرويضه من مورايا على قدها وعندو شيك ومخبيه في الرويضه ديال السكور ديال الطوموبيل، وانا ما فهادش العالم غادي يبدا يعاود ليا. السيد غارق في الديون والكازينو مع الفيروس كان ديك الساعه مازال محل، كان شنو تيدير؟ تيلعب في تليفونو. ايه داك اللعب اللي كنت كنشوفو كان حقيقي، فاش كان تيخوى ليه الكونط تيعطي لشي حد الشيك وكيعمرو ليه وكيحطو ليه وكيلعب. كانت تخرويضه. انا دابا مصدومه وما بقيتش كنبكي حيتاش 21 عام وانا تنبكي، تنقول الحمد لله حيت ما حماقيتش. كنضرب في خاضي وتنتهز حتى للفوق وكنعاود نطيح. رزقي مشى ديال القهوه اللي كنت باغا نعيش به راسي انا وبناتي. انا هاد السيده اللي كدوي معاكم دابا ما بقى عندها سنتيم، خدا ليا كلشي وخلاني على الضص. غوت بكيت حماقيت سخفت نتفت راسي كلا رزقي ورزق بناتي. شنو غادي ندير دابا؟ باشنو غادي تقرا هاد البنت في عامها الثالث؟ ما يمكنش نحبسها. شنو نقول ليها؟ فاش تنسولو تيقول ليا هادشي اللي عطى الله. واش هذا انسان؟ واش هذا بنادم؟ هاد السنين كلها وانا تنضحي معاه هو داير ليا هادشي. كيفاش غادي ندير مع هاد زوج بنات اللي بقاو لي في رقبتي؟ كلشي تيسالو اموال طائله ومهدد بالحبس. خلاني وسمح فيا، جمعت الوقفه ومشيت عند المحاميه وطلبت الطلاق. سمحت في كاع الحقوق ديالي كلها، ما بغيت والو. انا عييت، ضيعت شبابي وحياتي. هادشي كله علاش؟ حيتاش كنت نقلب على شويه ديال الحب والاهتمام، وهذاك هو الغلط الكبير اللي درت. كنت نشوف فيه كلشي. انا دابا حاليا خدامه غير في الدار، ولكن تنقول كيفاش غادي ندير مع بنتي العام الجاي؟ ما بغيتش نهرسها، تنعيا ما نفكر وتنقول ربي غادي يفكها كيف فك بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي نطلب من عند والديا، ما نقدرش حيتاش حتى هما حاليا ما بقاش عندهم، وعياو وكبروا وداك لوزي اللي كانوا عندهم سدوه، وبزاف ديال التفاصيل اللي ما تقدرش تخليني انني نطلب من عندهم. وهذه هي كانت حكايه اميره. واش عرفتوا شحال ديال التفاصيل عودت ليا؟ ساعتين ديال التفاصيل اللي حاولت نختصرها بزاف ونحيد منها بزاف ديال الكلمات اللي هما بروفيسيونيل باش نقدر نعطي لكم هاد نصف ساعه. اميره تضررت، وبسبب انها ما لقاتش واحد الاحتواء من عائلتها، واحد الحب واحد الاهتمام، غادي يخليها تلاح على اول شخص شافته، اول شخص قابلته في حياتها، رغم حتى هو من عائله كبيره، ولكن عقله كان باقي طايش وغادي يتبلى بواحد الحاجة اللي صعيب انه يخرج منها. ضحات بفلوسها، اعطت كل ما عندها، في الاخير قال لها هادشي اللي عطى الله. في حلقة اليوم يا سادة يا كرام بغيت منكم حاجة واحدة، انكم تدعيوا معها وتعطيوها كلام طيب وتطبطبوا لي على قلبها وتخليوه لها كبلسم للجرح العميق اللي خلى ليها هاد السيد. كنتمنى حلقه اليوم انها تكون عبره للجميع واستفدتوا منها بزاف ديال الدروس. خليتكم على خير، نتلاقاو في حلقه مقبله. سلام.